وبعدين يا وسيم في المهمة الملعبية كداي مستر وسيم. يا خويا مستر وسيم ده انت قمص قوي. بقول لكم ايه، احنا مش هنبقى شبههم، لا احنا هنبقى هما. ها كان انا بمثل في فيلم او في مسرحيه عادي. انا عندي خبره كبيره في فن التمثيل، انا مثلت في المسرح المدرسي في مدرسه ام علي. ام علي فرن ولا بالمكسرات؟ ام علي التجريبيه. اه عملت في تانيه ثانوي فلاح 2، وفي تالته ثانوي نجار 3. يا بسيوني يا بسيوني، انت بتعمل بواب واحد اللي هو غريب، ما تقعدش بقى تسحلنا في اي هري ملوش اي معنى دلوقتي. طب انا يا سيدي دلوقتي هعمل سعدون، اعمله ازاي ده؟ ان شاء الله ده محتاج عمليه تجميل عشان يتعمل. وبعدين يا وسيم انا مش هعمل دور شيماء ده بصوتها العالي وتشنجاتها وعصبيتها وصريخها اللي يجيب صداع، ده غلط على البيبي، غير شعرها الكنيش الهايج ده، اعمله ازاي؟ مش هيليق عليا. هتعمليه يا اسراء، وشعرها ده هتعمليه وهيبقى حلو عليكي. فاكره المايه اما قطعت 3 ايام ابتدى بقى شعرك يعفن وينفش. طيب استاذن انا. رايح فين يا بسيوني؟ رايح العب مع مستر مازو. تلعب مع مستر مازو ليه؟ ايه اللي ليه؟ الله، مش انا هلعب دور غريب وغريب هيلعب دور شخصيتي انا؟ وغريب ده مش في فرقه مازو اللي انا هلعب معاه؟ بقول لك ايه يا بتاع مسرح المدرسه، ما انا يا حبيبي بلعب دور مازو، يعني انت بتلعب في الفريق بتاعي؟ انت بغبائك ده كان لازم فعلا تبقى في فرقه مازو، وما كانش لازم ابدا تتخرج من ابو علي، مدرسه ابو علي. اتكل على الله، اتكل على الله يا بسيوني. يا ربي يا سعدون، يا حظي الاسود، يا فشل حياتي، دي عاشر مره اشرح لك المهمه وبرضه مش عايز تفهم، مع ان كلهم فهموا. انتوا مش فهمتوا يا ابني؟ ايوه فهمنا، بس معلش قولها نوبه تاني كده، شكله سعدون مش فاهم. معلش يا مازو، مش هيحصل حاجه يعني لو عدتها تاني، والتكرار بيعلم الشطار. ركزوا معايا دلوقتي، كل واحد فينا هيعيش بشخصيه الشخص اللي طلع له في الصوره. يعني انا هبقى وسيم، وانت هتبقي اسراء، وانت هتبقى جميل، وانت هتبقى بسيوني، وانت هتبقى كريمه. فهمتوا؟ جريئه مازو، فهمت خلاص. انا هلعب مع فرقه مستر زلوم. يا لهوي يا ابني، ما انا مستر زلومه دلوقتي، انتوا ازاي مش فاهمين؟ لا فاهمين طبعا، بس معلش قولها نوبه تاني كده، شكله سعدون مش فاهم. سيبك منه سيبك منه، يعني انا دلوقتي يا مازو هقول لك يا وسيم؟ لا، هتقولي لي يا مازو برضو، بس انا بشخصيه وسيم، زي ما انا هقول لك يا شيماء بس انت بشخصيه اسراء. لا 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 لا، انا مش عايزه ابقى اسراء بجد، بسهوكتها وتلزقها وصوتها ده المخنفي. وبعدين ايه ده، انا شيماء اروح عند الكوافير والاقي شعري كده بالبيبيليس؟ لا انا شعري بوز. بص، هو كده سليم؟ هو كده سليم؟ يا جماعه كل واحد فيكم هيروح دلوقتي ويحفظ ويذاكر كويس شخصيه الشخص اللي طلع له، بتفاصيله بشغله بشكله بكل حاجه فيه، عشان نقدر نكسب التحدي ده بكره. فاهمين؟ ايوه فاهمين، بس معلش قولها نوبه تاني عشان سعدون مش فاهم بس.